بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا، لما كان الزمان بهم أزرى. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا، لما كان الزمان بهم أزرى. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا، لما كان الزمان بهم أزرى. ففرقهم في الأرض حتى قبوري، فبعض ببغداد وبعض بسامرة، فبعض ببغداد وبعض بسامرة، وبعض بطوس والبقيع، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا، وبعض بطوس والبقيع، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا، وفي طيبة طاغى وأسباطه ثوى، وعف الشقا قبرا، وعف الشقا، وعف الشقا قبرا لبضعته الزغرى، وعف الشقا قبرا لبضعته الزغرى، ودع عنك ذكر الطيب، ودع عنك ذكر الطف، إن مصابه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا، ودع عنك ذكر الطف، إن مصابه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا، يا جمرا جمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليلة البارحة بينا بعض الفروق بين، أو بعض أوجه التشابه، بعبارة أدب بينا بعض أوجه التشابه والتشابك بين آيات تغيير القبلة وآيات رسل السماء، سواء كانوا أنبياء أو أئمة. ثم انتقلنا إلى التشابه أيضا بين آيات صلح الحديبية وآيات الولاية أيضا، وتوقفنا ليلة البارحة عند هذا المعنى، باعتبار أن القرآن الكريم اعتبر أن هذا الصلح اللي أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبره فتحا مبينا. وقلنا لو أن المسلمين تفهموا هذا الصلح لفهموا ولتفهموا ما قام به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فهو فتح بثقافة القرآن الكريم، بل هو فتح مبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا البارحة الكلام جرني إلى موضوع الإمام الحسن سلام الله عليه، وأشرنا إلى الابتلاءات التي حصلت في زمن الإمام الحسن بالإمام الحسن، وكيف سقط في هذه الابتلاءات اللي عاصروا الإمام الحسن، أو أكثر من عاصر الإمام الحسن عليه السلام.
سقطوا في الابتلاءات، فقلنا في ابتلاء الزينة سقطوا، حيث أنهم نظروا إلى نار معاوية المحفوفة بالشهوات، وتركوا جنة الحسن المحفوفة بالمكاره، فغرتهم زينة الشهوات وتركوا الجنة اللي تحوطها وتحجبها شنو؟ مكاره في الدنيا، وهي المكاره ابتلاءات، خلاص وقعوا. القسم الثاني قلنا غرتهم السراء أحسنتم اللي هم أصحاب المال، وقلنا عبيد الله بن العباس 8000 نفر ويابلي لظلمة ذهبوا إلى الطرف المقابل، واحد ويا 400 جندي الكندي ولا غيره هسه ما أتذكر، هم أخذهم وراح، آخر ويا 200 جندي هم بالفلوس أخذهم وراح، رابع خامس سادس كلهم تفرقوا عن الإمام عليه السلام. الابتلاء الثالث اللي هو ابتلاء الضراء قاموا يصيحون لا طاقة لنا على الحرب، مثل ما صاح بنو إسرائيل لا طاقة لنا على قتال جالوت وإلى آخره، ما عندنا طاقة على قتال معاوية، أكلتنا الحرب، أنهتنا الحرب يا حسن، يظهر أنت وأبوك تحبون الحرب، ولهذا احنا بعد ما بينا نقاتل، ثقافة جهاد ما كان عندهم، وبالنتيجة ذولا هم سقطوا في الابتلاء. أوامر الإمام سلام الله عليه اللي يجب أن تطاع خالفوها، وبالنتيجة سقطوا أيضا في هذا الابتلاء، وهكذا فشلوا بهم كلهم. ولهذا الإمام الحسن البار هذا اللي وصلنا له حتى الآن أبدي بالجديد وأكمل بحثي، ولهذا الإمام الحسن عليه السلام لما شخص البارحة قرينا كم نص، لما شخص اللي كانوا وياه قال يعني الإمام وصل إلى نتيجة أنه ذولا إذا أبقى وياهم يسلموني إلى معاوية، ذولا هم نفسهم يأسروني ويأخذوني المعاوية، فأنا لما أكون أمام هذا الحال ليس لي إلا أن أهادن، خيار ثاني ما عندي، وأفرض شروطي، أفرض شروطي. ونفس ثقافة فرض الشروط اللي قام بها الإمام الحسن عليه السلام إخواني كانت تدل على قوة الحسن، وإلا القضية واقعية شوي أفكر بيها، يعني أنت مثل الإمام الحسن شنو كان عنده؟ جيشه كل عافية، فلوس ما كان عنده، كل شيء، إعلام ما عنده، ما كان عنده شيء. زين اعتبرها أنت الآن معارضة بدولة من دول العالم، وهاي المعارضة لا عندها ناس ولا عندها فلوس ولا عندها جيش ولا عندها سلاح ولا 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 ولا، والمعارضة تريد تجد الحكومة تقولها احنا نخفف وطأة الاحتجاج بشرط ان نفرض عليكم شروطنا، يقول شنو شروطكم؟ انتوا كل شيء ما عندكم شروط، شنو تفرضون شروط؟ انتوا كل شيء ما عندكم، انتوا الشيء الوحيد اللي امامكم تسلمون انفسكم لمراكز الشرطة حتى نحاكمكم، كل شيء ما عندكم، حتى ناس ما عندكم، شنو؟ حقيقة والله. الإمام الحسن لما فرض شروطه الإمام كان يستند إلى أي قوة سلام الله عليه، حقيقة فكروا بالموضوع. يفرض شو أستاذ تقول لي الشروط معاوية وقع عليهن بس بعدين، ما له ربط أنا بمعاوية، هسه معاوية الشروط بعدين نكث عهود، هذا يخص معاوية ما يخص الإمام الحسن. نكث عهود معاوية هذا يخص معاوية، عري نفسه أمام الدنيا والتاريخ، ما له ربط أنا. الإمام استطاع أن يفرض أو لم يستطع؟ استطاع، جيش ما كان عنده، أموال ما كان عنده، ناس قالوا أهل البيت يوم ما قالوا، قالوا مدينة مكة كوفة 20 نفر ما عندنا، قالوا يوم ما قالوا، قالوا 20 نفر هم ما عندنا، كشيعة حقيقيين 20 نفر ما عندنا، ناس هم ما كان عنده، جيش ما كان عنده، إعلام ما كان عنده، كل شيء ما كان عنده. زين شنو هاي القوة اللي كان يمتلكها الحسن اللي يفرض شروطه على عدوه وعدوه يقول له تشترط أنا حاضر أوقع بس خلصنا، وكان خائف ومرعوب من الحسن، صدقوني كان معاوية كان مرعوب من الحسن. إيه؟ هاي الشرعية الإلهية اللي يمتلكها الإمام، وإلا أنت هاي تعال فهمني شنو هاي؟ شنو هالقوة اللي عند الحسن اللي يتكئ عليها ويفرض شروطه على خصمه؟ منين جاب هاي القوة الحسن؟ هذه قوة الشرعية الإلهية، وإلا شو تسميها أنت؟ هاي القوة نفسها اللي استند عليها إبراهيم لما وقف بوجه أهل بابل وكلهم كانوا يعبدون أصنام، صحيح يا لا؟ كحاكم وكمستمع، وهو شخص واحد يقف بوجه هاي الأمة كلها ويقولهم أنتم على باطل وأنا على حق. هسه إبراهيم استند، شنو هالقوة اللي كانت عنده اللي استند عليها ويقف أمام أمة كاملة حكومة وشنو؟ وشعبا.
شنو من قوة سلاح؟ حقيقة والله إخوان، إحنا هاي الأمور ما نفكر بها مع الأسف، ما نفكر بها. شنو القوة إذا إبراهيم؟ شنو إشكال عنده إبراهيم؟ إبراهيم عمه كان يعبد الصنم، شنو استند على شنو إبراهيم ويقف أمامهم ويكسر أصنامهم؟ شنو أي قوة سند إبراهيم؟ وهكذا تاريخ الأنبياء كله يا إخوة، كله راجعوا الأنبياء ما كان عندهم لا حكم، كم نبي أخذ الحكم، وإلا البقية الأكثرية الساحقة لا حكم ولا كل شيء كان عندهم، وكانوا يفرضون شروطهم. بأي قوة يفرضون شروطهم؟ هذا خلينا نفكر به. الطريف هم عدوهم ما كان عدو ديمقراطي كما يعبرون الآن، مثلا عدو عاقل، يعني هي حقيقة والله. يعني هسه مثلا لو كان الخصم مالتهم مثلا خصم شوية مفكر عاقل مثلا دارس فاهم يحب يناظر يناقش يتفاهم، شو كله يذبح أبناءهم وشنو ويستحيي نساءهم يستضعف طائفة منهم، إن فرعون علا قد أفلح اليوم من استعلى لأقطعن مو لأصلبنكم. هزام خصمهم ما كان يعرفهم إلا القتل والذبح والصلب والتقطيع وال... هاي ثقافة يذكر القرآن الكريم. يعني أعداؤهم ما كانوا ناس أهل رحمة مثلا، وكان أكو جو من الحرية والديمقراطية حتى نقول أكو مساحة الإبراهيم يتحرك وأكو مساحة الحسن يتحرك، أبدا. عتاة التاريخ طواغيت التاريخ عاصرهم الأنبياء والأئمة ووقفوا وجوههم. شنو القوة اللي كانوا يستندوا لها؟ قوة شنو هذه اللي كانوا يأثرون بالمجتمع ويفرضون شروطهم ويفرضون ثقافتهم؟ هذا موضوع واحد يكون يفكر به. هذا لما نقول نعتمد على الغيبيات، هاي الغيبيات لما تريد تدرسها تكون واقعية، لو ما تكون واقعية يعني انت لما تدرسها بشكل واقعي لولا العناية الإلهية والمدد الإلهي صحيح ولا ما يقدرون. ولهذا احنا لما نتكلم عن الغيب، الغيب اللي يدعمل تحليل الواقعي، يعني احنا هم مو كل شيء نذب على الغيب وان كان الغيب مثلا، ابدا لا، الغيب هم الواقع يثبته. وهذه فد مسألة كلش مهمة التفتوا لها. زين، هسه البارحة وصلنا لهنا، الآن خلونا أقرأ لكم بعض النصوص ما يخالف يا الإمام الحسن، فنشوف الحسن شو يقول. هسه ليش ننظر؟ هو الإمام ابن تلك المرحلة، خنشوف هو الإمام المعصوم عليه السلام، خنشوف شو يقول. ليش نبقى احنا ننظر للإمام عليه السلام؟ مثلا الإمام هكذا يقول: ما أردت أي موسوعة الشيخ القرشي، ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. طبعا هذا دخل عليه واحد من شيعته وكان يلوم الإمام، وهنا أكو مشكلة. إحنا تتذكرون قلنا الابتلاء بالإمامة مرة ابتلاء خارجي مرة ابتلاء شنو داخلي، تتذكرون؟ اللي ما دخل باب الابتلاء، طبعا هسه أنا أقول باب الابتلاء، اليوم الأخوة بمركز الإمام الحسن سلموني هذا الكتيب الأربعون حديثا من كلمات الحسن كأنه الإخوة طابعي، والآن سلموني الطريف. شفت أول حديث للإمام الحسن، قال الإمام الحسن: إن عليا باب من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا. وإحنا كلامنا في الباب المبتلى به الناس، آل البيت هم باب الابتلاء. لما صفحت الآن شفت أول حديث الإخوة المخالفين، سبحان الله هذا الحديث، أنه إن عليا باب من دخله كان مؤمنا، شلون باب حطه، ومن خرج عنه كان كافرا بحار الأنوار. هم خالين المصدر، وهذا كلام الإمام الحسن عليه السلام. فهسه هم نعمة أنا ما كنت شايف يعني الحديث، ما كان مر علي الرواية، فبالنتيجة احنا هم بحثنا إلى ارتباط هم بكلام الإمام حسن ورسول الله والأمة وكلهم نور واحد عليهم السلام. البارحة قلنا الإمام يقول، قبل لا الإمام يقول، قلت أكو اختبار خارجي لدخول الباب، هذا البعد مداخل الله يبتلي بالباب. الإنسان إذا دخل الباب هم رب العالمين، قلنا بالبداية كما قال العالم الشيعي في شرح الجامعة الكبيرة، رب العالمين بالبداية يفتنا، بعدين أحسنتم يمحصه، بعدين شنو؟ بعدين يبتليه، إذا نجح بين ثلاثتين يقول خلاص يصل للمطلوب. فأكو ابتلاء قبل دخول الباب وأكو ابتلاء شنو
بعد دخول بقى. هسه يظهر ذولا بعض شيعة الحسن في زمن الحسن لما شافوا الإمام هادن سلام الله عليه هنا طاحوا بابتلاء ما بعد دخول الباب. ذولاك اللي يسلمون الحسن لمعاوية ذولاك أصلا ابتلاءهم سقطوا به قبل دخول الباب. ذولاك ذولا اللي اعترضوا على الإمام بعضهم بس طبعا رجعوا. احنا عندنا بالروايات ترى هي القضية. شوف ستة احنا قاعدين ونصفط حكي وعس بالك القضية سهلة. لا ترى هي احنا لو كنا بزمنهم ما ادري شو نسوي. يعني خلينا نكون شوية واقعيين لا نظل نضرب رؤوسهم. هم افهم منا واعلم منا بس هو الظرف ترى كان صعب. رجل مثل معاوية اهادنا وانا كل حماسة وكل طاقة ضده وهذا الى يد بقتل امير المؤمنين ويريد يخرب الاسلام. مو بسهولة ترى مو بسهولة تقبلها بصراحة. يعني هذا الا اللي عنده تسليم كامل للامام المعصوم. وهذه القضية ترى مو سهلة. يعني خيكون بعلم الاخوة. اخواني عندنا بالروايات تدرون في البحار انا قاريها. في بحار الانوار امير المؤمنين لما سحبوه بحمائل سيفه بحمائل سيفه. تدرون عندنا بالروايات هسه ما ادري هذا الحكي صحيح اقوله مو صحيح. تدرون عندنا بالروايات بعض كبار اصحاب امير المؤمنين عندنا حاصه حيصه في الروايه كعمار رضوان الله على عمار في الروايه حاصه حيصه. معقولة علي بن ابي طالب يكتف هذا الصعلوك والزهراء تضرب وعلي ساكت يقول حاصه حيصه بداخله. ثواني خاطره مرت بداخله خاطره بعدين قال استغفر الله علي بن ابي طالب معصوم شو يسوي هم صح. هاي اهل البيت حسبوها قالوا حاصه حيصه انت جت خاطره بقلبه خاطره. هاي لو بشخص مثلي ما يشيلوا لهم بس مثل عمار عندنا بالرواية المقداد في يوم الباب كان تسليمه مطلق. قال علي بن أبي طالب قاتل حق. علي بن أبي طالب أغمد السيف هم شنو؟ حق. أهل البيت يقولون المقداد شنو؟ لا المقداد يقول علي بن أبي طالب شنو؟ أنه سلم لعلي تسليما شنو؟ مطلقة. فالموضوع ترى مو سهل. يعني إحنا بعد بعض أصحاب الحسن لما لاموه لا هم إحنا نصير يعني كأنه هي القضية كانت صعبة. وبعض أصحاب الإمام هذا كان ابتلاءهم أنه يتحملون موقف يفهمون يدركون يتحملون موقف الإمام الثقيل لو ما يتحملوا. ولهذا بعضهم صدرت منهم كلمات قاسية بحق الإمام. الإمام هم ما أجابهم سلام الله عليه بعنف لأن كان يدري ذولا ما عندهم قصد سيء. ذولا يعني غيرتهم حميتهم دفعتهم. ولهذا جواب الإمام كان إقناعي وأحس بجوابه كان أكو جنب عاطفية يستدر بيها عطفهم ويرجعهم لأصلهم الشيعي اللي يقولهم ترى الإمام معصوم. الحسن والحسين شنو؟ إمامان قاما بالأمر أو شنو؟ أو قعدا به. بالنتيجة أن تكون وسلموا تسليما. شوفوا هسا أرجع الكلامي هنا الإمام الحسن لما واحد من أصحابه اعترض عليه ايش قال الإمام؟ قال ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. بابا ذولا جيشي مو شيعة ذولا خليط وخليطهم ما متجانس وكل من يغني على ليلى كل من يريد يقاتل لأجل مصلحة بباله مو لأجل الحسن والدين. فالقضية قالهم ترى متشابكة وخطرة. والقضية لما تكون بهالشكل هذا الانتصار ما يكون حليفنا. وإذا ما صار حليفنا راح نمطي مبرر لمعاوية أن يصفينا ينهينا لأن يقول قاتلنا قاتلني قتله. شوف إذا ما دخلنا هاي المعركة ما راح نمطي المبرر أن يصفينا. الحسن ما قاتل شلون صفي ما قاتل بعد ما حد يلحق يحكي وياه. فقالوا ما أنا سويته صحيح تتفكرون به مو صحيح ما ننجح به. إخوانا النقالات خلوها الصعب جزاك الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. مثلا أيها الناس إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إنما هو حق أتركه لإصلاح أمر الأمة لإصلاح. الله أكبر. هسه الإصلاح مرة يقتضي شو يسميها هدنة هدنة. الإصلاح مرة يقتضي معركة معركة. هسه الحسن يقول أنا مصلح والحسين هم يقول خرجت لطلب شنو
الإصلاح، بس يظهر الإصلاح بزمن الحسن من خلال ما فعله الحسن، والإصلاح بزمن الحسين من خلال ما فعله الحسين. النتيجة الأخيرة اثنين كانوا ماذا يطلبون؟ اثنين خرجت لطلب الإصلاح، بس إصلاح كل وقت إلى آلياته، صحيح؟ كل وقت الإصلاح إلى آلياته. هسه هنا مو بس الحسين، دائما الحسين إصلاح، الحسن يقول أنا أريد أصلح الأمة، أصلح الأمة. هذه هدى أنتي بها صلح للأمة، إصلاح العفو، بها إصلاح الأمة. يقول لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. زين، أقول لكم بعد شيء، لأن هذا كلش مهم نمر عليه. وياي الأحبة لو تعبتوا مني، وحقكم بحثي الأساسي لم أصل إليه. يعني عندي بعد هواي أفكار جديدة لتطرحها، بس ما أدري، أشوف بيان وجهة نظر الإمام نسمعها بالنص أهم من كل كلامنا، أنه الإمام لما فعل ما فعل سلام الله عليه. مرة أنا أبرر للإمام، مرة أسمع كلام الإمام أو أقرأ كلام الإمام، أشوف الإمام شي يقول سلام الله عليه. دخل نقرأ كم كلمة للإمام بعدين أرجع البحث. مثلا الشيخ القرشي خال فصل رحمه الله هكذا معنونة: المنددون بالصلح، المنددون وبعضهم من أصحاب الإمام. مثلا حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه قال للإمام كلام بقسوة فأجابه الإمام، بس أنا ما أقول كلامه: يا حجر قد سمعت كلامك. أنت تتكلم وياه، أنا سمعت، الآن تسمعني؟ قال لي أسمعك يا ابن رسول الله. قد سمعت كلامك في مجلس معاوية، وليس كل إنسان يحب ما تحب. أنت مستقيم، تتصور الناس هاي اللي وياي كلها شنو؟ مستقيمة مثلك، بس الأمر مو هكذا يا حجر، مو كما تتصور. أنت مستقيم نعم، لكن ذول الموجودين داير ما داير بالجيش، ترى ذول مو مثلك. وليس كل إنسان يحب ما تحب، ولا رأيه كرأيك. ذول مخاف عسبالك شيعة مثلك يعتقدون بإمامتنا وبعصمتنا وبوجوب طاعتنا. أبدا، ذول ينظروني خليفة حاكم يحكم المسلمين، هذا الخليفة مرة يصير فلان، مرة علان، مرة فلتان، مرة هم يصير الحسن، ينظروا له مثل فلان وعلان وعلتان، ما ينظروا لك إمام معصوم مفترض الطاعة مثلك. فأنت كون تفرق. ولا رأيه كرأيك، وإني لم أفعل إلا إبقاء عليكم. خطأ للبيت باق ببقائكم وببقائنا. أنا لو دخلت المعركة أنت تريدها، هذا الخط شنو؟ لا يبقى، يروح. تردون تبقون؟ سلموا. تبادون؟ ندخل معركة خاسرة. إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كل يوم في شأن. زين، عدي بن حاتم هم اجى ندد بالصلح. يا اخوان، الم الامام كبير، الحسن الم الحسن كبير، لوعه الحسن كبيره، والله كبيره. يعني لما بعض المقربين مفاهمين اللي سواه الامام، زين الابعدين شلون القضيه صعبه، مزلق كبير حصل في زمن الامام سلام الله عليه. وما أدري، هم خلوني أقول لكم قضية حتى ما نبقى بس أقرأ نصوص، أقول لكم قضية أخرى. إخواني، ترى التجربة الشيعية بزمن الأئمة الأواخر مو مثل الأئمة الأوائل، أقصد التجربة الشيعية على أساس الشيعة مو أهل البيت، أهل البيت علمهم لدني ما يحتاج تجربة وغير تجربة، أقصد التجربة الشيعية كأتباع مو كأئمة، كأتباع. تجربة الشيعية في زمن الإمام الحسن بعدها شنو؟ طرية، غضة، طرية، ما مسقولة.
بعدهم ما ماشين كثيرا مع آل البيت عليهم السلام، وتمر بيهم تجارب كثيرة حتى يستفيدون من التجارب السابقة. يعني مثلا أضرب لكم مثال، في زمن الجواد لما ما كانوا مارين بموضوع شنو؟ الإمامة المبكرة. شوفوا بزمن الجواد لما ما كانوا مسبوقين بموضوع الإمامة المبكرة، لما الإمام الجواد أخذ الإمامة بثمان سنين صار إرباك عند الشيعة. يوم صار ليش صار إرباك عند الشيعة؟ ماكو سابقة بهالموضوع هذا. ولهذا إذا تشوفون بحياة الجواد أكثر شيء مميز كان السؤال عن شنو؟ عن عمر الجواد، أنه شلون إمام يقود ثمان سنين وأهل البيت هي كانوا يجاوبون آتيناه الحكم صبية أنا ومن اتبعني، وعلي عمره 10 سنين اتبع النبي، وهكذا صحيح؟ وعيسى تكلم في المهد وإحنا علمنا لدني وإلى شوفون. لما ترجعون الحياة الإمام الجواد تلقون موضوع عمر الإمام الجواد ماخذ حيز كبير في تاريخ الجواد، لأن الشيعة ما كانوا مسبوقين بهذا الأمر، ولهذا أربكهم، مع أنه بزمن الجواد الإمام التاسع مو يعني أكو تجارب كبيرة مع الرضا، مع الكاظم، مع الصادق، مع الباقر، مع السج، صحي ولا؟ زين شلون في زمن الحسن؟ حديثة. ولهذا التجربة بعدي تحتاج وقت. انت شوف شنو من حكمة أهل البيت كان عندهم، اللي خصومهم يعاملوهم بشكل، شيعتهم بأشكال، شيعتهم كانوا يعاملوهم بأشكال. بعضهم كانوا يجون للإمام يقول له ابن رسول الله شنو؟ قال له خير. قال له أنا البارحة سألتك عن هاي الآية قلت لي كذا، دخل عليك من بعد فلان يقول انت قايل له كذا غير اللي قلت لي بي. قال له اي صحيح. قال له هسه هاي لو ذيك؟ قال له الاثنين صح. قال له شلون الاثنين صح؟ قال له اي انت جاوبتك على قد شنو؟ معرفتك، وذاك جاوبته على قد شنو؟ معرفتك، والجواب ينصح. القران الى بطون، انا انطيتك شيء قريب الثقلك المعرفي، وذاك اعطيته شيء. حتى استذكر في الروايات قضية ثم ليقضوا تفثهم، الإمام قال له يقصون أظافرهم وكذا وإلى آخره، يدخل عليه هذا ذريح المحاربي، يدخل عليه ذريح يقول له لقاء الإمام، يدخل عليه واحد ثاني يقول له يقصون يقلمون أظافرهم وكذا. قال له يا ابن رسول الله شو البارحة ذريح نقل لنا غير ما قلته؟ قال له ايش قال لك ذريح؟ قال له يقول لقاء الإمام ليقضوا تفثهم. الإمام قال له صحيح. قال له شنو تقول لي أظافر؟ قال له ومن يحتمل ما يحتمله ذريح؟ أنت تخلي روحك ويا ذريح، وأنا أعرف وزنك وأعرف وزن ذريح وأعرف وزن مثلا زرارة وأعرف وزن محمد بن مسلم وأعرف وزن هشام وأعرف، أنا كل من أكلمه على شنو؟ على قد وزنه معرفته. فأنت توقع شنو هالحكمة؟ عجيب والله. أعداءهم بشكل، أولياءهم بأشكال، الناس العاديين اللي كانوا يعاصروهم بأشكال وبطرق متعددة، وغريب والله غريب يا إخوان. يعني ما أدري إيش وقت ندرس آل البيت بشكل أكاديمي دقيق منهجي بصراحة. يعني تلقون بالروايات، هذا مو بحثي ما أدري جابني إله، تلقون بالروايات الإمام يجي سائل يقول له مؤمن الطاق أبو جعفر أنت ناقشه، هشام بن الحكم موجود، قال له خوي ابن رسول الله عادة أنا أتقدم للشبه الكلامية العقدية، قال له لا هذا أنت طبيعتك بالنقاش جاد، أبو جعفر مؤمن الطاق هزلي بنقاشه، يعني عنده في الطريقة خاصة به اللي هي متمي للجد في النقاش. قال له هذا يوالم هذا الأسلوب مو أسلوبك. لما يجي إنسان جاد بالنقاش يقول له هشام عليك به، هذا أسلوبك. شفت بالروايات يقول له يا ابن رسول، واحد من أصحاب الإمام سما ذكر منه يقول له ليش ما تخليني أنا ناقشه؟ قال له أنت تطير، بس مشكلتك من تطير ما تعرف شنو تقع على الأرض، تحط على الأرض حقيقة. أما اللي قدمته لفلان هذا يطير وشنو أو يعرف شلون يا عجيب، شنو هالدقة هاي كلها كنت تدرس.
بشهادات ماجستير ودكتوراه كافي. هسه احنا فرويد ايش قالوا، كارل نيل ايش قالوا، خلينا نسوي قيام اخوان مثل كل يوم. رحم الله من ذكر القائمه من ال محمد. للامام ثانيا غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثلا أيها الأحبة، سأطلنا الكلام في هذا الجانب، فأقول شوفوا عظمة آل البيت شلون يتعاملون وتصرفون. هسه الإمام الحسن مع شيعته، شوفوني باعولي تفتولي، الإمام الحسن ذولا شيعته. مثلا عدي بن حاتم، طبعا الشيخ القرشي ذاكر ايش قال له للامام الحسن، انا ما احب اذكر، انتم بامكانكم مراجعه ما قيل للامام سلام الله عليه. الامام جاوب عدي بن حاتم، قال يا عدي، من بعد ما قال للامام كلمات شويه بها خشونه، قال يا عدي اني رايت هوى معظم الناس في الصلح، وكرهوا الحرب. وهذا اللي قلت لك سقوط في ابتلاء الضراء، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقيا على شيعتنا. هاي كم مرة يكررها الإمام، كم مرة كررها الإمام، فصالحت بقيا بقاء وإبقاء. ولهذا العام الماضي أنا طرحت بحث في ليالي الحسن، فقرة بزيارة الإمام الحسن لقيتها السلام عليك يا بقية المؤمنين، موجودة في البحار في زيارة الحسن، السلام عليك يا بقية المؤمنين. بحثت كثيرا في معنى بقية المؤمنين، لقيت عدة آراء العام طرحتها بثلاث ليالي، من جملة الآراء اللي لقيتها لأحد علمائنا الكرام بقية المؤمنين. طبعا أكو أوجه أخرى ذكرتها العام، إذا الأحبة تابعوا مجالس العام شهادة الحسن، السلام عليك يا بقية المؤمنين، عالم من علماء الشيعة يقول يا بقية لأنه أبقى المؤمنين، من دونه ما كان يبقى مؤمن. فصالحت بقيا على شيعتنا من القتل، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما. الحرب راح تجي، انتظروا حرب تجي، يجي يوم هسه. يقصد في يوم ما الحسين مثلا، يقصد الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد ما أدري، إلى يوم ما. فإن الله كل يوم هو في شأن. هذا مثلا هسه المسيب ابن نجبة اللي يعبر عنه الشيخ القرشي من عيون المؤمنين وخيار الصالحين الذين عرفوا بالولاء والإخلاص لآل البيت، يعني شيعي لو مو شيعي، شيعي أيضا. مثلا قال الإمام، قال له ما ينقضي تعجبي منك، يقول للإمام بايعت معاوية ومعك 40,000. يتصور ذول 40,000، مشكلة هذه، مشكلة هذه. إخواني أهل البيت هواي دقيقين بهاي المسألة، هاي هم من الأمور الكون تدرس، والله كون تدرس. أهل البيت ما ينظرون للكم، ينظرون لمن؟ انت بعمرك شايف قائد جيش، قائد معركة يريد يروح العدو كل يوم موقف اصحابه وخاطب بيهم وش يقولهم؟ تراني مقتول، اللي يريد الدنيا خلي يتركني. انت بعمرك سامع شي قائد؟ بس انت اي معركة تريد تطبها يسوون اناشيد ثورية واحنا منتصرين، حتى دايده بروحه راح يخسر هم يقول انا شنو، انا منتصر، ويشجع الناس حتى يجمع اكبر عدد ممكن، صحيح ولا؟ انت بعمرك سامع قائد رايح لاعظم معركة بتاريخ الكون؟ ما راح تتكرر. يعني هذا الحكي مال كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء، هذا حكي كله مو صحيح. عاشوراء يوم واحد وكربلاء ارض واحدة، ماكو كل يوم عاشوراء، شنو كل يوم عاشوراء؟ كربلاء واحدة وعاشوراء واحد، اكو امتداد لمعركة الحسين نعم، بس مو معناه كل ارض كربلاء. شلون كربلاء كربلاء وعاشور عاشور والحسين حسين، هذا هم يسمعون حسين المادري شنو، يا هو اللي يموت وقالوا هذا حسين، عم ماكو شيء. آل البيت لا يقاس بهم أحد، اتركوا آل البيت وشأنهم، اتركوا آل البيت وشأنهم، اشتا
تردون تقولون قولوا، بس أهل البيت تركوهم. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. أنا لا أقصد أحدا معين، مو أدري أكو بعض المرضى بس تحكي لك حكاية نفس الليلة كتب على اليوتيوب فلان الفلاني يقصد فلان الفلاني، واشتغلوا وربعنا على الفيسبوك. تدري الفيسبوك ايش فادنا احنا العراقيين؟ ايش فادنا الفيسبوك؟ فضائح، تشهير كذب، اخبار كاذبه، حتى افتراءات، ما حد خلص من الفيسبوك. صار علينا بلاء وانتقام الفيسبوك. هاي دول العالم يستفيدون منه لامورهم الزينه، يطورون به الكذا، يوصلون به اخر المعلومات المفيده. احنا صار عندنا شبكه اكاذيب وتهم وإلى آخره. صحيح ولا ما أفهمش بينا؟ ما أفهمش بينا. غريب أمرنا، غريب أمرنا. هسه البعض يعبد الغرب من دون الله. هسه ذا بيك حظ، ما يخالف هسه مثلا الغرب مثلا تابعهم تطورهم العلمي التكنولوجي مثلا، لا يفهم من الغرب بس تسريحة شعره، مو يفهم من الغرب بس الملابس الضيقة. شكو شغلة ما بيها حظ يروح لها، الشغلة الزينة هم شنو يعوف الغرب بيها. عجيب يعني، عجيبة والله عجيب. ما أدري إيش بينا، ما قاعد أفهم، ما أفهم إيش بينا. هسا عمي إذا هيك كاتليك الغرب يدروح جوانب التكنولوجيا والعلم والتطور والابتكار والاختراع، مو وفيدنا، تعال فيدنا، نقول لك ميت هلا بيك. لا، يحب الغرب بس بالسوالف التعبانة، الكل حظ ما بيها، كل فائدة هم بيها. الفيسبوك اللي استفدنا منه بس هذا تشهير وتسقيط، غير هذا كل شيء ما واخبار سيئه. سودنا وشبابنا خلوا شبابنا كل من جوازه بجيبه ويريد يطلع. من المسؤول عن ذلك؟ شبابنا اذا طلعوا من المسؤول؟ باقين برحمه المهربشيه، هذا يذبهم على ذاك وذاك يذبهم على هذا، وهذا يبوق فلوسهم وذاك يذبهم بالبحر وهذا يذبهم بجزيره وذاك مو ولا. ليش؟ كثير من شبابنا لقوهم جثث هامده سارقين كل اعضائهم الكليات وغيره وذابي، تدروني وما تدرون ليش؟ احنا شغلنا نريد نصلح وضع عام، ما نقصد هذا، احنا ما لنا شغل بالاشخاص ولا ندنا للاشخاص ولا لنا وقتهم احنا نسولف فيها شخص. اكو مشاكل عامه نشخصها، مو نقصد ونقصد، بس هو هذا المريض هكذا يفكر. ما عنده شغل وعمل يدور على السوالف هاي. لو بيحضر يروح يقرا له كتاب. امير المؤمنين لما قسم الناس قال عالم رباني واحد، ومتعلم هم واحد، وهمج، لا لا ادري رعاع، بس همج شنو؟ جمع. العالم قال عالم أو متعلم على سبيل النجاة واحد، لما أجى للهمج قال همج رعاع. أي جمع الهمج. وكنا نخوض مع الخائضين، يقولوها يوم القيامة لو ما يقولوها، ها جابكم السقر نخوض مع الخائضين، هوس هوسنا، جت هوسة منا هوسنا، منا هوسنا، شنو القصة يا شنو؟ ما فهم. وكنا نخوض مع الخائضين، يا هو اللي يخوض هم نخوض وياه. شنو الفيلم هم ما ندري. شو وقت يصعد المستوى الثقافي الشبابنا؟ ما ادري. قلتها انا على المنبر، قلتها على المنبر واحب اعيدها. هشام بن الحكم اللي ملأ الدنيا باسمه، واسمه ملأ الدنيا، عمره 18 سنه. كم هشام بن الحكم او هشام بن الحكم محتاجين احنا اليوم؟ وين شبابنا 18 سنة؟ أنا ما أتكلم عن كل شبابنا، أعوذ بالله، بشكل عام ما أتكلم عن الكل، وإلا أكو ذولا الأبطال اللي قاعد يقاتلون يقدمون أنفسهم، ذولا أنا لي الشرف أن أقبل تراب أقدامهم. ما أتكلم عن ذولا الأحرار، ولا أتكلم عن شبابنا المتعلم اللي قاعد يدرس بجامعته، لو يدرس بالحوزة، لو يدرس بالجامعة، وما يهم مشي بهاي الدنيا غير تحصيل العلم.
هذا الملائكة تفرش أجنحتها إليه، صحيح؟ نتكلم عن الهمج. الهمج والله شوفوني. فهذا هيك يقول للإمام، يقول له إلك 40,000 وإلك كذا وإلك وإلك، المهم ومعك 40,000 ولم تأخذ لنفسك وثيقة وعهدا ظاهرا. طبعا الإمام بعدين أخذ وثيقة وعهدا، المهم أعطاك أمرا فيما بينك وبينه، ثم قال ما قد سمعت والله ما أراد بها. فقال له الإمام ما ترى، إلى أن بعدين الإمام قال له قال يا مسيب إني لو أردت، أردت أي بما فعلت، هاي تسميها هدنة سميها صلح، إني لو أردت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء ولا أثبت عند الحرب مني، ولكني أردت صلاحكم وف بعضكم عن بعض. وهنا الإمام يدق ناقوس خطر داخلي، سلام الله عليه. يقول له حتى الوضع الداخلي أنا أكون أرتبه، مو بس الخارجي، احنا ما نشتغل بالكثرة، حتى انتو كداخل ما نشتغل بالكثرة. وهذا اللي قلته، قلت ماكو قائد بالدنيا رايح لأعظم معركة بتاريخ الكون كل ساعة موقفهم كل منطقة يوصلها خطب بيهم قال لهم ترى انا مقتول، نسائي مسبية شاء الله أن يراني ويراهن، ورأيت جدي بالمنام وقال لي أنت مقتول لا محالة، وحتى فرق الناس عنه. هو كان يريد يفرق الناس عنه وياي. اتوقع لو واحد، هذا تاريخ كربلاء الناصع، لو واحد يوم العاشر خايف من عدوه، لو واحد قال للحسين ورطتنا، شي يصير بتاريخ كربلاء؟ اتوقع، لا اتوقع لو واحد من ذوله يلتفت للإمام يوم العاشر والتاريخ يكتب يقول له ورطتنا مثل ما ورطنا أبوك علي مثلا، لا شي يصير بتاريخ كربلاء؟ هذا التاريخ الأبيض الناصع فارق. الحسين ايش جمع؟ امير المؤمنين ما لقى، ولهذا هذا امير المؤمنين. شوفوا هذه مفردة العشاق، هواي اخذني الحكي اليوم، يعني حد كلام الجانبي هواي اخذني. مفردة ثقافة العشق، احنا بثقافتنا الدينية قليل موجود. انا شفت كلام الامير المؤمنين لما سئل عن العشق واصحابه قال قلوب خلت من ذكر الله فابدلها بحب غيره. لقيت حدود مطالعتي، هسه غير يلقى أكثر ما أدري، حدود مطالعتي لقيت موردين العشق ممدوح بهن فقط. المورد الأول كلام للنبي طوبى لمن عشق العبادة فعانقها وعانقته، النبي هيك يقول. المورد الثاني شفته ولم أرى غيرهما، أمير المؤمنين يمر بكربلاء، كتب الشيعة والسنة هم ذكرت، قال ها هنا مصارع عشاق لا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. دول شلون جمعهم سيد الشهداء عليه السلام؟ أربعين ألف شو سووا بهم؟ 70 مثل ذولا نعم، 40,000 مثل ربع الحسن ما أريدهم، دول ما يفيدوني. مثلا جواب الإمام سليمان ابن صرد، إيه الخزاعي، هذا آخر شيء أقوله، باكر نكمل موضوعنا إن شاء الله، بكرة نستعجل بطرح ما تبقى من الموضوع. الإمام الحسن شي يقول له، يقول له أما بعد فإنكم شيعتنا وأهل مودتنا ومن نعرفه بالنصيحة والصحبة والاستقامة لنا. شلون تجي تكتب لنا يا سليمان؟ وقد فهمت ما ذكرتم، ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا وللدنيا أعمل وأنصب ما كان معاوية بأبأس مني بأسا وأشد شكيما،
ولكان رأيي غير ما رأيتم، ولكني أشهد وإياكم أني لم أرد بما رأيتم إلا حقن دمائكم. هاي كم مرة يكررها الإمام؟ أصلاً ما سئل عن سبب الهدنة إلا ويشير إلى شنو؟ إلى حقن دماء الشيعة اللي كان أكو مخطط عظيم. يعني إخواني، أعظم هدية يعطيها الإمام الحسن لمعاوية لو أن الإمام شنو؟ قاتل. هاي مثل بعض الجهلة لما يقول ليش علي بن أبي طالب ما طلع للإجو البيت الزهراء؟ أكو رجال يخلي مرته تطلع؟ إيش يقول؟ أنت قاعد إيش صورها؟ أنت رجال ويدقون عليك الباب تخلي مرتك تطلع؟ لو أنت المفروض تطلع. هم كانوا يردون علي يطلع حتى يحصلون مبرر تصفية علي. شو علي بن أبي طالب شو أعطي مبرر بهالسهولة هذه؟ شو أعطي مبرر بهالسهولة؟ الله يحفظ شيخنا السند شيخ محمد السند الوحراني يقول زكريا نبي وأبو الغيارة كان يعمل من خلال مريم، لأن زكريا كان رجل بأمة يهودية ضالة، إذا هو يتحرك ضد اليهود أسهل ما يكون أن يصفوا الرجال بسرعة قتله مو فشي، لكن إذا بنية صعب صعب شو يسوي له؟ صعب كون يخططون كون يفكر ألف مرة يا الله يقدم على قتلها. أما الرجال يعني الرجل أول ما فكر بتصفيته، أما الإمرأة آخر ما أفكر، ما بين أول وآخر المرأة عندها مساحة أكثر شنو؟ أكثر من الرجل، خد تستغلها لخدمة الله، ما المانع؟ كما فعلت مريم مثلا. وهذا اللي خلى زينب تصدى سلام الله عليها، وزين العابدين كان يعمل من خلال زينب عليه السلام، قال له هو كان يعمل بالمباشر وتكلم له كلمة رادوا يذبحوه كلمة، أليس قد قتل الله علي؟ رادوا يقتلوه فتعلقت به عمته خلصته من القتل. شلون لو كل الأمور هو مدخل بيها زين العابدين؟ فخلى زينب يحسبوا لها ألف حساب. ولهذا حتى لما قام ابن مرجانة يضربها قام له واحد قال له أمير، قال له نعم، قال له اتركها المرأة لا تؤاخذ بكلامها، قال له شوف العيون شلون تطايرت والأعناق شرأبت الأعناق وتطايرت الأعين، لك لأن تريد تضرب مرة اتركها حفاظا على حكمك اتركها تبرها مرة والسولف. أما زين العابدين ما يقولوا لا تركها، يقولوا قتله. بكرة نقرأ مصرع الإمام الحسن ونكمل بحثنا بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نختم إن شاء الله. البارحة ما كملنا مصيبة رقية، مو صحيح؟ قلنا لكم نريد نكمل مصيبة رقية. رقية وقعت على رأس أبيها الحسين. والله أتألم لما أقرأ بالكتب، أتألم لما أقرأ بالكتب. يقول فوضعت فمها على فم أبيها المذبوح. واي صعبة، والله صعبة. بنية عمرها 3 سنين يجيبوا لها رأس مقطوع، الله أكبر. بس شوية لو تفكر بها شوية، بنية 3 سنين مو ولد، أسا لعله الولد شوية أقوى، الولد بنية ومدللة الحسين ويجيبوا لها راس مقطوع، صار له 30 يوم مقطوع، والدم قد جمد على كريمته شيبته الكريمة، دم وتراب، ويجيبوا لها راس أبوها وهي تحب أبوها. كتب التاريخ تقول فوضعت فمها على فم أبيها وقامت تقول له أبا حسين من قطع رأسك؟ من خضب شيبك بدمك؟ قام تضع يديها الصغار على شيبة أبوها توخر الدم والتراب عنها، تقول له هاي لحيتك الحلوة من سوى بها الشباب؟ ليش لحيتك كلها تراب ودم أبار؟ شلون منظر زين؟ هاي الأطفال من كانوا يشوفون أختهم خالة حلقها برد حلق الوزير والرأس مقطوع يا ناس، عجبا لصبر السماء، عجبا لحلم الله. المهم أبا حسين من الذي قطع رأسك؟ من الذي خضب شيبتك بدم؟
تصيح أبا حسين أبا حسين أبا حسين أبا حسين حتى سكتت على رأس أبي عبد الله. جمدت البنية جمدت جمدت على رأس الحسين، البنية جمدت على رأس الحسين عليه السلام. اي والله على رأس الحسين زين العابدين سلام الله عليه صاح عم يا زينب قومي لي. ودي ايش قومي لي؟ عم يا زينب قومي لي وشيليها من رأس الوليقة. والله شيليها من رأس الوليقة الوليقة ماتت الطفلة من بشيها. عم هاي جمدت جمدت على رأس أبوها جمدت. ماتت الطفلة من بجيها من بجيها واخت انكسر قلبي عليها. حكاية تكسر القلب يا باختي انكسر قلبي عليها شالوها من راس الحسين جامدة على راس الحسين. زينب عليه السلام سيدتي من يغزل هذه العلوية؟ قالت أنا قلبي خلصان نسوان ترى أنا قلبي خلصان. زينب قلبها خلصان. أنت العلوية هذا كل واحدة تقول أنا قلبي خلصان. إحنا قلوبنا خلصان يقولون جاب. قالت لها ليش تعتذرين؟ قالت لها سيدتي يظهر الطفلة مريضة وأخاف تعديني هاي الطفلة. أحكي قالت لها شلون مريضة؟ شلون عرفتيها مريضة؟ قالت لها سيدتي تعال شوف متونها زرق ظهرها. هاي طفلة مريضة؟ زينب أول شيء قالت لها شوفي مغسلة خليني أقول لك شغلة. أولاً ملائكة السماء تتبرك بتراب أقدامي هذه الطفلة. خاف ما تعرفي يا زينة هاي الطفلة. الملائكة تتبرك بتراب أقدامها هذه ابنة الحسين. شاي جدها محمد لحم محمد شاي جدها محمد لحم محمد هاي دم محمد هاي. قالت لها زين ليش تجي تسمى سيدتي؟ قالت لها أني أقول لك ليش اسمها. يا مغزلة من جلة الوالي علينا يضربونا ونشقف بدينا. احنا من الكوفة من كربلاء للكوفة ضرب من الكوفة للشام ضرب اجسامنا شبع الضرب هاي سياط الظالمين يا مغسلة. يا با من جلة الوالي علي انا والوادم علي انا يضربونا ونشقف بدينا. اهل النجف طورمن تعرفوه الشيخ عبد الوهاب الكاشي رحمه الله. يضربونا ونشقوف بدينا ويشتمون حامينا ولينا. الله أكبر. والله يشتمون حامينا حامينا ولينا ولينا. مغسلة لا اعتب عليك ولا اعتب على اي واحد، انا دومي من اتاذى اعتب لي على واحد، هذا هو حبيبي فاعتب عليه. قالت لي يعني من تعتبين؟ قالت لي شتمون حامينا ولينا عباس خويا قوم لي انا. انا اعتب على اخوي. يا ابا عباس خويا عباس خويا عباس خويا قوم لي انا عباس خويا ولي انا عباس مو ولي انا ولي انا والله عباس مو ولي ولي والله ولي انا ولي انا. هذا الدور التفتت للحسين مو دفنتها وكمل بخرابة الشام واندفنت السيدة رقية. قاموا يسولفوا يا ابو علي تقول له ابو علي انا ترى ما قصرت يا رقية انت خليتهم امانه بيدي صح انا ما قصرت بس ابو علي رقيه انت اخذتها انا ما مسؤوله انت جيتها واخذتها ولهذا ايش قام تقول للحسين؟ تقول له اخويا عين مناطره وعين البناتك. انا ترى هيك جبت الدرو عين مناطره عين مساهره
وعين البناتك وعين الثانية تباري خواتك. ايش صاير بيها؟ والله عين الثانية تباري خواتك، انا تعبني الدرب خويا وحياتك، خويا انا تعبني تعبني الدرب خويا وحياتك، وراسك راسك عم عيون مدللاتك، لان الدرب كل الراس وياهن هن يشوفن ويبكن ويبكن ويبكن. راسك عمانة أبا عبد الله، خويا راسك راسك، خويا راسك راسك، راسك عم عيون مدللاتك. صلي على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. المؤسسون تقبل أعمالهم، أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم. إلى أمواتهم، أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.